السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في نقابة المحامين في حلف اليمين. وأنا عايز أقول لأبنائي وزملائي المحامين والمحاميات إنك إذا أنت اخترت مكتب محامي لابد إنك أنت تختار مكتب كويس وتسأل عليه قبل ما تروح، لأن المعلومة اللي هتستقوها من هذا المكتب. قد تكون قد درست في الجامعة وحصلت على درجات عليا، ولكن العمل مختلف تماما عن الدراسة. يعني الدراسة النظرية مختلفة عن العملية، فلابد أن تختار مكتب كويس. وانت في المكتب لازم تحس ان المكتب ده مكتبك. اذا ما حسيتش ان المكتب ده مكتبك وبتأدي واجب وتروح وتيجي، دي موجودة دي مش موجودة، وعايز تخلص، مش هتبقى محامي كويس. النقطة التانية، انا بقول للكل ان المحامين اعظم فئة في مصر، وانتوا احسن فئة فعلا في مصر. ده كان كل زعماء مصر محامين، صفا كامل، سعد زغلول، وابراهيم فهمي، وكل قيادات كانت محامين دي اسمها كلية الوزراء، ما كانتش اسمها كلية الحقوق، كان بيطلع منها وزراء فقط لان كان العدد قليل جدا، وفعلا اللي كان بيطلع من الكلية كان بيطلع وزير. فانتم من اعظم عبد العزيز فهمي. فأنا بقول لكم أهو، تخرج منها سامع عاشور ده نقيبكم ونقيبي، اللي بيدافع عن النقابة في كل وقت، اللي عمل قانون محاماة لصالح المحامين لسه قريب، هتعرفوا بعد كده إيه اللي في القانون. يبقى أنتوا ناس ما فيش حد زيكم في مصر كلها، وبإذن الله القادم أحسن. وأنا بهنئكم وبقول لكم أنتوا بإذن الله منكم هيكون أعضاء مجلس النقابة، ومنكم هيكون ناس مشهود لها بالبنان، وبإذن الله هتكونوا أحسن ناس في مصر زي ما أنتوا أحسن ناس دلوقتي في مصر. والسلام عليكم ورحمة الله.